وجهت والدة الشهيد علي فيصل العكراوي رسالة إلى شعب البحرين، جددت فيها افتخارها بابنها الشهيد واعتزازها بخياره في المقاومة والشهادة، كما وجهت تحية إلى شعب البحرين وشكرته على مشاركته في موكب التشييع، وحثت والدة الشهيد على المشاركة فيما وصفته بزفاف ابنها الشهيد، حيث تقام مراسم ختام عزاء الشهيد اليوم الأربعاء. الشهادة واني الحمد لله تمنيت لولدي الشهادة ولا الأسر والدل في السجون، الحمد لله الحمد لله، واشكر هذا الشعب الصبور على هذا الزفاف، واتمنى ان بكرة بعد في مسيرة الشموع يكون العدد نفس ما كان في اول يوم، لأن هذا الشيء هو اللي يبرد قلبي ويبرد خاطري. أتمنى البحرين. وأكدت أم الشهيد من جهة أخرى بأن دماء الشهداء هي التي سترفع راية النصر في نهاية المطاف. الحمد لله احتسبت عند الله شهيد وقربان، وهذه الدماء إن شاء الله هي اللي بترفع رايتنا وبتنصرنا إن شاء الله، إن شاء الله منصورين بحق هذه الدماء. في ظل ذلك تواصلت التظاهرات في بلدات البحرين وفاء للشهيد العكراوي والشهيد عبد العزيز العبار، ووصف مراقبون التظاهرات بالحماسية، حيث رفعت الهتافات الأصلية المطالبة بإسقاط النظام والثأر لدماء الشهداء. كما جدد المتظاهرون مضيهم في الخيار الثوري وعدم الاستسلام لعمليات القتل المنهجي التي تمارسها قوات النظام، وهو ما رصدته التقارير المصورة التي أظهرت التصدي للقوات أثناء اقتحامها للبلدات وشنها الاعتداءات. وقد أكدت المشاهد الميدانية نجاح الحراك الثوري في إجهاض سياسة القمع وانتزاع قدرتها على التأثير، وذلك من خلال العمليات الميدانية التي استهدفت ردع المعتدين وتعميق مأزق النظام الأمني. على صعيد آخر، استمرت السلطات في اعتقال الأطفال، حيث احتجز الطفلين الشقيقين محمد حسين وعلي حسين من بلدة النويدرات، وإبقائهما قيد التحقيق أسبوعا كاملا. كما أكدت معلومات عن تجدد اعتقال الطفل جهاد السميع. يأتي ذلك في سياق حملة اعتقالات ومداهمات طالت نشطاء ومدونين عرف منهم السيد أحمد العلوي، مع استهداف طائفي للمؤسسات الدينية ودور العبادة. في هذا السياق دعت القوى الثورية الجميع للنأي بنفسها عن خيارات التسوية مع النظام، ولا سيما بعد انكشاف مشروعه الحقيقي الذي يستهدف القضاء على المواطنين الأصليين وبشكل تدريجي.